السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأصدقائي الطيبين. قبل ما نبلش بالقصة ونسمع أحداثها المشوقة نحط إعجاب للفيديو ونعلق بكلمة تم مشان يصل الإشعار لكل الأخوان والأصدقاء المشتركين بالقناة. أو هذا من طيبكم ولكم كل الحب والاحترام والتقدير. قصة غليص ابن الجنية أجزاء 111. شامان واقف على حرف الوادي وبشرك بعد عنه مسافة. صفق ايدي شامان واختفى او ظهر قباله او قاله ليش لم نعرفتني ابعدت عني او ليش قاعدين بهذا المكان ومسوين عليه رصد او شنو الشيء المخفينه بهذا المكان. ما راح عيفك الا تعلمني كل شيء. قال بشرك اسمعني زين يا شامان، امشي انت والمحاربين المعاك، ما اريد اذيكم. قال له شامان اني زاد ما اريد اذيك، يا لون ماني منطي وعد وعهد لاخو يا غليص، او هواك فني عند الملك الاسود او عند اخويا ابو الشلال، ما كان سامحتك على هذا الكلام. قال له ابشرك زين، ما زال قلت اخويا غليص الأسئلة سألتني إياها كلها تلقى أجوبتها عند زرقان عند زرقان عند زرقان. قال له شامان زرقان هو الحاطكم بهذا المكان؟ قال له لا، القصة هذه طويلة، إذا زرقان يريدك تعرف هذه القصة راح يحكي لك إياها. أنا ما عندي أجوبة لحدا يا شامان، انت الشخص الثاني اللي التقي معاه او يطلع من قدامي سالم. اول واحد كان زرقان وانت الثاني. قال شامان بقلبه هذا من جنون الارض القديمة او بي عنده اسرار كثيرة. اول شي اشوف زرقان، اذا ما علمني راح ارجع على هذا الجني وخلي يعلمني كل شي. انا ما عندي صبر وما احب الاسرار. احترف ورا شامان وقال يا ابو الهول يا الغضنفر يا الليث خلونا نمشي من هذا المكان. قال له أبشرك لا تخبر حدا أنك شفتنا يا شامان، لا أنت ولا هذول المحاربين المعاك. قال له شامان بي واحد بدي أخبره أو ما أخفي عنه شي، صاحبي وأخويا غليص. أو طار شامان وطار وراه قبل ما يصفق إيدي أبشرك وام الشرك امشان تختفى الشبكة. صفق ايدي شامان وان الشبكة مغطيها الصمغ او قام يذوب والشبكة تذوب معاه. وقفت ام الشرك بحد بشرك وقالت له هذا المحارب قوي، زين انه مشى او ما خلانا نذبحه. قال لها بشرك المثل هذا المحارب ما لازم يموت او صار لازم نغير هذا المكان يا ام الشرك. قالت له ما نخبر زرقان. قال لها لا، ايمت ما اريد نحكي مع زرقان، نبعث له خبر وندلي على مكاننا جديد. شامان وابو الهول طايرين او قالوا يا صاحبي اني حسيت انه بيشي خص مملكة جبال الرمال عند هذا الجني. قال له شامان يا صاحبي هذا يعرف ابو صاحبنا غليص واني ما اريد تأذيه، امشان خاطر غليص راح نخلي يبعث على ابو زرقان وراح يحكي لنا قصة هذا الجني، وإذا بي شي خص مملكة الرمال راح أخذ لك إياه منه. أو رجعوا على جبل النار وانزلوا فوق جبل بالمعركة بين الملوك، الملك الأسود والملك هراوي، جندل واقف والمحنك واقف قباله، والملك الأسود واقف فوق جبل ويدحج على الشمس أو قال بقلبه قربت غيبت الشمس. راح يشوفون شي من الملك الأسود، يا الملك هراوي أنت وجماعتك ما شفتوه بحياتكم، قال محنك السيف يلعب بيدو كل ما يهجم على جندل، قبل ما يصل السيف جسد جندل يختفي أو يظهر بغير مكان أو يحترف على الشمس ويقول الملك الأسود ليش يريد الشمس تغيب. المعن عيون المحنك وقال هذا جني خوفني منه الملك هراوي او قال قوي واحذر منه، صار لازم اخلي يشوف القوة اللي عندي ويعرف منه المحنك. صفق ايديه وطلعت قدامه زلة كبيرة او طويلة ومبخشة بيها بخوش كثيرة. قام يبرم الزلة بيده المحنك وقام يطلع منها صفير، حط ايديه على ذأنه جندل وقال ايش هالصوت هذا. زت الزلة لي فوق المحنك قامت تفتل بالهواء او قال لا تحط ايديك على ذانك للحزماء بلشناه.
هل حسمع ما عاد تسمع أو صفق ذي النوب وطلعت قباله زلة صفرة التلامع غضبها بيده وبرمها وطلعت منها لمعة قوية غمض عيونه جندل وقال هذا مبين عليه غدار زتها لي فوق المحنك وقامت تبرم بالجو أبحد الزلة الثانية أو قال شوف زاد معد الشوف الحز اقضي عليك بضربة وحدة قام يتلامع السيف بيد المحنك او هجم باتجاه جندل مثل السهم جندل مغمض عيونه وحاط ايده على ذانه يوما صار قبال المحنك تا يضربه بالسيف صفق ايديه جندل وانه متحول نفس شكله او بيده السيف يتلامع صار مقبال بعضهم او قال جندل شان تريد اطول معاك المنازلة بس يمكن انت ما عندك صبر شك سيف بظهره جندل والمحنك شك سيف بظهره صفق ايديه وان الزلات الاثنين اللي يبر من بجو صايرات بديه او نفس الزلات صارن بديئنا المحنك قام يبرمهن بدي جندل أوزتهن باتجاه الجبل الواقفين عليه الملك هراوي والمحاربين المعاه جن الأربع زلات يفتلن فتل عليهم ليهن صفير ويتلامعا وقف بالآفة وصفق دي وقال يا الملك هراوي قلت لك الجني هذا ما ينقدر عليه التراب قام يتطاير من الجبل وصار جدامهم حاجز أضربن بي الزلات الأربعة وارجعني يبر من باتجاه أرض المرج شكن الزلات بالأرض دحى جندل على الشمس نصها صار تحت الأرض أو نصها يبين حمر وقال صار وقت موتو صفق ايديه جندل ورجع على شكله الحقيقي والمحنك مطقق عيونه ويدحج عليه هفوا بسيف جندل انه قصوا نصين نزل يفتل فتل باتجاه المرج طار جندل ووقف عند الملك الاسود وقال غابت الشمس مثل ما تريد يا الملك الاسود قالوا يا جندل لسع لازم النوب نلعب مبارزة لو من ما صير الدنيا ظلام قال الترابي هذول مسوين ساتر من الرمال او ما جعد يبينون علينا قال الملك الاسود يا الترابي طالع واحد على المبارزة او راح ينشال هذا الستار وان الشماس نازل عجبل او قال الترابي جانب وقت الشماس او طار الشماس من فوق الجبل وقف بين الجبلين صفق ايدي الساحر بالآفة واختفى الستار الترابي او قال الملك هراوي هذا منو يا ابو الآفة قال له هذا الشماس محارب سريع وخطير امه كانت حاكمة على جبال النور نور الهدى اسمها او كان حارس الحكام جبال النور المخفيين عنده مهارات قوية يا الملك هراوي قال الملك هراوي واحنا عدنا محاربين عدهم مهارات اقوى منه رفع ايده كهفان وقال واحد من اصحاب المهارات يطلع عليه ويجيب لنا راسه طار محارب من الجبل بسرعة رهيبة او وقف قبال الشماس قال ولا فا يا صاحبي يا الملك هراوي خليك جاهز اعرفت الملك الاسود ايش بده يسوي عينه على الشمس ويريدها تغيب ضحك الملك هراوي وقال يا صاحبي انت معنا الساحر اللي اخفى مدينة العجايب مئات والاف سنين لا الملك الاسود ولا كل ملوك الارض يقدرون يقربون على هذا الجبل الواقفين عليه المحارب هجم على الشماس بسرعة رهيبة قبل ما يضربوا بالسيف اختفى من قدامه وان الضربة بظهر المحارب احترف ورا مأبي ورا حدا برم وان الشماس قباله عيونه يتلامعا او قال الشماس ما لقوا اقوى منك يبعثوا لياه هفوا بالسيف انه قصوا نصين او نزل يفتل باتجاه المرج رجع الشماس وقف عالجبل بحد الملك الاسود او صارت الدنيا ليل الجبال معدي بين على بعضهن قال الملك الاسود الواقفين فوق الجبل روحوا وقفوا مع المحاربين خلوني لحالي طاروا وقفوا مع المحاربين ورا الجبل او ظل الملك الاسود واقف سحب الرمح كان نابت بسفح الجبل او برم بيده المعن عيونه وطلعت لمعة قوية
أمن جبل الواقف عليه الملك هالرأوي محاربينو، أيريد يطير الملك الأسود تا يهجم عليهم، رجليه لزقن بجبل ما عاد يقدر يتحرك. وقال شنو هذا يا الملك الأسود؟ هذولا معاهم ساحر الغدار، عرف إيش بده سوي، أو سبقني قبل ما أحطهم بسجن الظلام الأسود. بس ما يكون جمد المحاربين وجيش المعاي، ضرب الرمح قام يهتز جبل وانفتح بيبير، أو نزل الملك الأسود بقلب البير، قعد بأرض البئر وقال منو هذا الساحر الغدار؟ وشلون سوى علينا هالرصد؟ أنا الملك الأسود، إذا هب الهوى أحس بيه، وأنا الصياد اللي ما حد يقدر يصيده. إذا ماتوا المحاربين المعاي ما راح أسامح حالي، والموت يكون أهون علي. وإذا بدي أطلع من هذا البير راح أطلع بغير زمان وبغير مكان، وما راح أشوف ولا واحد من هذول المعايا. لازم أستنى لو من ما يجي حدا ويفك هذا الرصد. وإنك يا صاحبي، وإنك يا أبو الشلال، وإنك يا أبو الشلال. فتح عيون والترابي أو هو بير ثاني وقال يا صاحبي يا أبو جمرة، هذولا اغدروا بينا، الساحر المعاهم خطير والرصد تبعه سريع، لحقنا حالنا باللحظة الأخيرة، ما قدرنا نحذر حدا، يا ريت منزلين معانا حدا بهذا البير. قال له أبو جمرة يا صاحبي يا ترابي، لا تحاول تطلع من هذا البير، إذا طلعنا منه راح نطلع بغير زمان وبغير مكان، وما راح أشوف حدا، أمنا كنا واقفين معاهم، لازم نصبر ونستنى تا يجي حدا يفك هذا الرصد. قال له ترابي إيش قد بدنا نستنى يا صاحبي؟ قال أبو جمرة ما أعرف، يمكن أيام، يمكن شهور، يمكن سنين، يمكن سنين، يمكن سنين. أو قال الملك هالراوي إيش سويت يا أبو الآفة؟ تحج عليه وقال يا لون مأني مسوي عليهم رصد يا الملك هالراوي، ما حدا منا راح يظل عايش، كان الملك الأسود حطنا بسجن أو كان فات علينا لحاله، أني وانت وجيش هذا الشبير المعاك كان بدو يقطع روسنا كلياتنا. قال كهفان شنو الرصد سويتوا عليهم يا أبو الآفة؟ هز برأسه وقال هذا الرصد العجيب اللي ما حدا يقدر يفكه، وإذا جاء حدا يحاول يفك هذا الرصد أو لعب بي وما يقدر يفكه راح يظهرون بغير زمان وبغير مكان، لا يعرفون حدا بهذاك الزمان ولا حدا يعرفهم. بس يا الملك هالراوي باثنين فاتوا بالبيار، أو واحد انشال قبل ما يخيم عليهم الرصد بثواني. قال الملك هالراوي شنت أريد أقطع رأس الملك الأسود بسيفي وأذبح كل هذول جايين معاه. قال له أبو الآفة لا تخاف يا صاحبي، لا الحزبي روس بدها تقطع بسيفك، راح نغير مكان المعركة أو راح يصفون قبارنا. قال كهفان على الله يكون معاهم الملك العرنوس، على الله يا أبو الآفة. أو طار أبو الآفة قام يبرم برم أو قال الحقوني يا الملك هالراوي، وطار الملك من فوق جبل، طار ورا جيش مثل الغئمة السوداء، انبينا بالليل المكان تشانوا بيه، ما ظل بي غير جبل واحد، الجبل الثاني مو مبين، على جبل النار قاعدين شامان وبالهول. او قال يا صاحبي صارت الدنيا ليل، واغليص ما جاء هو والسلطان، أني خايف صار معاهم شي، وأن الأحصان الأبيض يخفق بجناحينه، وأنزل وغليص والسلطان فوق جبل بحدهم، قام حيله شامأن وقال تونا كنا بطاريك يا غليص، أو قلنا خاف صار معاهم شي. قعد غليص وقال يا شامان باشر بدنا مع طلعت الشمس نروح على المعركة، أو ما أردت أروح من دون ما خبرك. قالوا شامان يا صاحبي لؤنك رايح ومو مخبرني، كان زعلت منك يا غليص. قالوا زين مع طلعت الشمس روح على جبال الظلام، حاطين غزال بصندوق واخوك ابو الشلال معاه بالصندوق، او قايل لهم مع طلعت الشمس افتحوا هذا الصندوق. او قالوا شامان يا صاحبي يا غليص
اليوم صارت معنا شغلة عجيبة وغريبة، أو لازم نخبرك عليها. قال له غليص: قول يا صاحبي. قال: شامان أبو الهول بيعدهم صندوق، كانوا مخفين والمنجمة بالرمل أو عين الرمل والحكيم. رحنا جبنا الحكيم أبو الشفة الخفية أو طالعنا الصندوق أو رحنا أمناه عند العزيزة. أبو الهول كان خايف إنه حدا يلقى هذاك الصندوق وياخذه. وإحنا راجعين يا أخوي يا غليص حسيت بقوة كبيرة ومكان بيرصد، أو نزلنا بهذاك المكان. أطلعوا علينا جني وجنية قديمين من زماننا القديم، أو سووا حوالينا شبكة. قلت له: قبل ما أذبحك خبرني ليش أنتوا بهذا المكان أو شم غبين بي. قال: غليص يا شامان خاف ذبحته. قال له شامان: لا يا صاحبي، وأنا انطيتك وعد وانت صرت لي كفيل عند الملك الأسود واخوي ابو الشلال، اشلون بدي اذبحه؟ قال لنا الجني: انتوا روحوا احسن ما ذبحكم، ولا اسئله سالتوني اياها تلقون الاجوبه عند زرقان. انت يا غليص لك خبر بهذا الجني والجنيه؟ قال له غليص: لا يا صاحبي، ابويا زرقان عنده اسرار كثيره، اني ما تدخل باسراره. قال ابو الهول: يا صاحبي يا غليص، هالمكان حسيت انه بيه شغلة تخص مملكة جنون الرمال او هذول من الزمان القديم. اني خايف يكون الصندوق الثاني عندهم اللي اخفى ابويا الملك، واحد امناه عند العزيزة او واحد ما نندل مكانه. اتوقع انه الصندوق عندهم، او ما زال نحنا لقينا مكانهم وطلعوا جدامنا. اكيد حدا غيرنا راح يلقى المكان او يطلعون جدامه. علوات بعثنا لابوك زرقان ونعرف اذا هذا الصندوق عندهم، فالشي ينطينا اياه ونوديه ونامنه عند العزيزة. قال غليص: يا اصحابي ويا اخوتي، خلونا باكر نروح مع جد الملك العرنوس والمرعب ابو غزال، اول شي جد الملك الاسود يخلينا نشارك بالحرب، او بس نرجع من هذاك المكان نبعث على ابوي، واني متاكد راح يحكينا قصتهم ونعرف اش بيعدهم. وطلعت الشمس وهم فوق جبل النار، او قام حيل غليص وقال: تروح على جبال الظلام. قال له شمان: اصبر يا صاحبي تندحج على المراية. حط المراية جد امو شمان وقام يدحج عليها وقال: يا غليص، مدينة العجايب محاصرة من الاربع جهات. دحج غليص على المراية وقال: من وهذول يا شمان؟ قال له شمان: هذول يمكن اتشأنوا بالمعركة مع جدك الملك الأسود. معقولة ذبح والملك الأسود والمحاربين المعاه؟ زاد حاله غليص على حصائنا الأبيض وقال: الحقوني على مدينة العجايب، ما راح نخليهم يفوتون عليها واحنا نشوف الشمس والقمر. طار شمان وطار السلطان وابو الهول والغضنفر والليث أو نسر أو طير الطعوس وطير الهوى أو محاربين شامان وراهم مثل الغئمة السوداء باتجاه مدينة العجايب. أميرة الأرواح واقفة فوق الجبل، أشانوا واقفين عليه الملك هراوي والمحاربين المعاه، وقالت: اشلؤن يا الملك الأسود، قدروا يغدرون بيكم ويسوون عليكم رصد؟ المعن عيون الشماس وراها وقال: يا أميرة الأرواح، ليش طالعتيني بس لحالي؟ ما قدرتي تنقذينهم كلياتهم؟ قالت الولاية الشماس: ما قدرت، بمعايا جيش من الأرواح يلوني منطيهم أمر تشيلون الموجودين ورا الجبل، كان ظلوا معاهم بالرصد. أنت شنت أقرب واحد عليا، لو من حسيت بالرصد بده يصير شلتك واختفيت، أو نفذنا آني وانت من الرصد. قال لها الشماس: ما تقدرين تفكين هذا الرصد. هزت براسها أميرة الأرواح وقالت: صعب يا الشماس صعب، إذا تنجمع كل منجمين الجن والحكماء وأهل السحر ساعتها ممكن تصير معجزة أو ينفك هذا الرصد. الساحر السوى هذا الرصد ساحر قوي وما ينقدر عليه. قام الشماس حيل وقال: وين بدي أروح؟ أروح على مدينة العجايب وأقولهم ما ظل حدا غيري. قالت له أميرة الأرواح: حتى مدينة العجايب ما عاد تقدر تفوت عليها، الجيش كان فوق هذا الجبل حاصرها من الأربع جهات، راح ياخذون مدينة العجايب يا الشماس. الملك هالرأوي قوي والمحاربين المعاء أقوياء، أو بي معاهم أخطر ساحر بجنون الأرض. الملك الأسود شاء لازم يبلش المعركة بدون منازلات،
أو كان لازم يجيب أحفاده معاه، يلون صاير بيناتهم الصدام والمحاربين فائتة بين بعضها. كان الساحر ما قدر يسوي هذا الرصد. قال الشماس: بدي أروح عليهم، يا أفوت على مدينة العجايب ودافع عنها مع أصحاب البيها، يا أموت أو طار من فوق الجبل مثل السهم لوا وحيف. قالت أميرة الأرواح: يا بعد عيني يا الشماس، ما أقدر أقول لك أني أمك، بعدين راح يستعملونك ضدي وتصير نقطة ضعف، أو يقدر يوصلوا لي عن طريقك. واختفت نور الهدى من فوق الجبل. الملك هالراوي واقف فوق التل، هو والساحرة والآفة أو كهفان والسعلوة وبالمطارق. أو قال الملك هالراوي: أتذكر يا أبو الآفة اليوم اللي التقينا بي فوق هذا التل، يوم ان طالعتني من مدينة العجايب أو طالعت إلا الحزام من هذا القبر. قال له أبو الآفة: شلون ما تذكر يا صاحبي؟ أني طالعتك من مدينة العجايب، بس أنت بدك تفوتنا عليها وتصير ملكها وتصير ملك على كل الأرض الغربية. قال كهفان: المدينة محصنة ما لها غير باب واحد. واطلعوا المحاربين البيها والحراس، وقفوا قبال الباب. أهجم عليهم يا الملك هالراوي. قال له أبو الآفة: لا يا كهفان، أصبر، الحز يجيك اللي تشتهي تحاربه أو تستنى مبارزته، الملك العرنوس. قال كهفان: ما تعرفش قد مشوق لهذا المبارزة، قاعد استناها من سنين. أقبال باب المدينة واقفين زرقان وأبو الشيبة والعتيقة. أو قال أبو الشيبة: يا زرقان، الملك الأسود والمحاربين المعاه معقولة كلهم ماتوا؟ نزل راسه زرقان وقال: ما أعرف يا أبو الشيبة، ما زال هذول جموا حاصرة والمدينة، يمكن خسرناهم كلياتهم. بجبال الظلام أبو الشلال بعد ما طالعوا من الصندوق هو وغزال، أو فتح عيونه غزال، قام حقله المرعب أبو غزال وقال: يا صاحبي يا الملك العرنوس، غزال فتح عيونه، خلينا نروح على المعركة ونجيب الغدار اللي ضربوا. قالوا الملك العرنوس: ما نستنى حفيظي غليص. دحج عليهم أبو الشلال وقال: أغليس راح على مدينة العجايب، وانتوا روحوا والحقوه، واني بي عندي شغلة أخلصها واجيكم. الملك هالراوي وجيش المعاه طوقوا مدينة العجايب من الأربع جهات. قال الملك العرنوس: ايش قاعد تحكي يا أبو الشلال؟ أنت سمعان ايش قاعد تقول؟ يعني جد الملك الأسود والمحاربين المعاه انسحبوا ورجعوا على مدينة العجايب؟ قال له أبو الشلال: لا يا الملك العرنوس، صار بيهم أشياء كان صاير. أولي على مدينة العجايب أخفاهم هذاك الساحر الغدار أبو الآفة، مثل ما أخفى مدينة العجايب. السفاح ضرب الرمح على أرض وقامت تهتز الأرض جواهم، أو صاح ذاك الصوت: يم العكازة، ما يظل ولا واحد من المحاربين، الكل يمشي معنا، يا نقضي عليهم يا يقضون علينا. أو طار الملك العرنوس عيونه تلامعا، أو ورى المرعب أبو غزال والسفاح أو كل الموجودين بجبال الظلام. ما ظل بيها حدا غير غزال وياقوته، أو ولاده الاثنين قاعدين بحده. أبو الشلال قال: يا ياقوته، ظلي مع غزال ولا تحركين من هين، راح يظل الباشر ما يقدر يتحرك، لا تخافين عليه، بعدها يرجع غزال مثل ما كان أولي. قالت له ياقوته: فرحتني يا الحكيم أبو الشلال، كنت خايفة أخسر غزال. نزل راسه الحكيم أبو الشلال وقال: يا ياقوته، راح نخسر عدد كبير من أصحابنا وأحبابنا، المعركة هذه مو سهلة، من أكبر المعارك وأخطرها، أني لازم أروح على جبل أم الفناجيل للحزبي شم شغلة ما خلصتهن، لازم أخلصهن وأحضر معاهم بالمعركة. صفق إيديه واختفى الحكيم أبو الشلال. شامان وأبو الهول طايرين يسابقون الريح والمحاربين وراهم على حد الشوف. أو قال شامان: يا أبو الهول، صاحبنا أغليص ما يلحق، ما عاد يبين علينا، راح يهجم لحاله عليهم قبلنا. قال أبو الهول: الحصان الأبيض
الحصار عد مدينة العجايب، أقبال مدينة العجايب، خفق بجناحين الحصان الأبيض وصهل، واغلص راكب على ظهره، السيوف والرماح يتلامع عن بظهره، وعيونه يتلامع عن وقام يتحرف، وقال: منين جايا كل هذا جيوش؟ هذولا مالين الأرض ومطوقينها من الأربع جهات، حتى من الجو أو حتى من طرف البحر. وين بدي ألاقي ملكهم؟ لازم أول واحد أذبحه هو الملك هراوي. وقتل العلي قبر الملك عجيب، قال أبو المطارق: أغليص بن زرقان وصل. قال أبو الآفا: يا الملك هراوي، هذا أقوى واحد بهم، حتى أني ما أقدر أقرب عليه، لازم تبعث له مجموعة صيادين أو مهاراتهم خفية، أو خلي يلتهي ويتعذب معهم لبين ما نفوت على المدينة. أول شي لازم تذبحون هذيش العرافة الفوق الجبل، اسمها أم السن، أمشان نقدر نقرب على المدينة، أو بعدها أقولكم إيش راح تسوون. قالت السعلوة: هذه خلوها علي، أحسبوا أمرها انتهى. أو قلهم: يا أبو الآفا، شي يسوون؟ أصفقت إيديها واختفت السعلوة. أم السن واقفة على الجبل اللي بي الباب الشبير اللي فوت على المدينة، أم غمض عيونها أو حاطة إيديها على بعضهن وقالت: ما زال جانا على المعركة غليص، ما راح تفوتون على هذا المدينة، ولا حدا منكم يعبر من هذا الباب. وأن السيف نابت بظهرها طالع من صدرها. قالت السعلوة: راح نفوت يا أم السن، مدينة العجايب مو ليكم، مدينة العجايب لنا، غبنا 10 سنين ورجعنا نأخذ حقنا. سحبت السيف من ظهر أم السن أو جثت على ركبها، أضربتها السعلوة بالسيف أنه رأسها طاير من فوق الجبل يفتل فتل، وقع جدام باب المدينة. قال أبو الشيبة: العرافة انضربت، من الضربها يا العتيقة؟ الوضع صار خطر يا زرقان، بلشوا بالهجوم. أظهرت السعلوة فوق التل وقالت: العرافة أم السن انتهى أمرها. قال الساحر: أبو الآفا، زين، العرافة أخلصنا منها، وغليص بعثتوا له مجموعة من المحاربين، صار دورك يا كهفان، روح على الجهة من طرف البحر، بي واحد من الجبال المشرفة على البحر، ما عليه رصد، أني كنت مخليه معبر ومنفذ وحيد للمدينة، أمشان إذا صار شي بالمدينة، أنهد الجبل ونطلع باتجاه البحر، روح عليه يا كهفان وهد هذاك الجبل، أمبين عليك الجبل الوحيد اللي ما بي عليه أشجار. أو فوت عليهم على مدينة العجايب، لا تذبح حدا يا كهفان غير المحاربين، الجنون الما تحارب خليهم عايشين. طار كهفان يبرم برم أو قال: يا أبو الحجار ويا أبو صلفيج، الحقوني. وانطلقوا الثلاثة مثل الأسهام، وقفوا فوق البحر. أو بين عليهم الجبل الما عليه شجر، أو قال كهفان: هذا هو جبل القال لنا عليه أبو الآفا، أنهد ونفوت على المدينة. أو هجم كهفان باتجاه الجبل لوى وحيف، سحب السيف من ظهره قام يتلامع السيف، صار فوق سفح الجبل. أو ضربوا بالسيف طلعت لمعة قوية، الجبل انشق نصين. أو حط السيف بظهره أو فات بالشق الصقر بالجبل، ضرب طرف من الجبل بيدو أن الجبل صاير مثل الملح، التراب تطاير على كل جهات. أو برم راح على الطرف الثاني، ضربوا بيدو أن الطرف الثاني صاير مثل الملح، التراب تطاير على كل جهات. احترف بالشئب وقال: هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ وأن الشختور واقف قبالهم وقال: يا زرقان يا أبو الشيبة، هدوا واحد من الجبال من طرف البحر أو بدهم يفوتون منه. قال زرقان: يا أبو الشيبة، أنت والعتيقة ظلوا على الباب، واني والشختور الروح على الطرف الثاني. كهفان عيونه يتلامع عن بين الغبرة والتراب، بعد ما هد الجبل وصار معبر كبير، وقفوا وراء أبو الحجار وأبو صلفيج أو محاربين جيش الملك هراوي، أجانوا واقفين فوق البحر صافين وراء بعضهم على حد الشوف. أو قال كهفان:
هذه مدينة العجايب، شوفوا يا ابو الحجار ويا ابو صلفيج، كل هاك صور من الذهب، كل واحد يطلع قبالنا شايل سيف شايل رمح يموت. صفوا حراس ومحاربين مدينة العجايب قبال كهفان والمحاربين المعاه، وطلعت زهرة البراري تبرم برم، او ظهر النسر الكبير، او نزلت على ظهر عيونها يتلامعا، او شعرها يتطاير، او قال كهفان هذه شفناها معركة النهر الابيض، اتذكرها يا ابو الحجار؟ قالوا اتذكرها زين. قال كهفان قوتها كبيرة، ما راح اخليها تموت، راح اطعنها واخذ قوتها واخذ هذا النسر. انتم عليكم بالمحاربين قدامكم، او خلوا لي هذه لي. قال الساحر ابو الافا يا الملك هراوي، خلى الجيوش تقرب على المدينة، كهفان والمحاربين المعاه ادوا الجبل او فاتوا عليها، او خلي مجموعة من المحاربين الاقوياء يهجمون على البوابة او يذبحون كل شي واقف عليها. الملك هراوي ضرب الرمح حتى قامت تهتز الارض جواهم وجوا مدينة العجايب، وقال يا جيش الملك هراوي قربوا على المدينة، قائد الحرب كهفان فات عليها من الطرف الثاني، او مجموعة من المحاربين الاقوياء يهجمون على البوابة. او قامت تقرب الجيوش على مدينة العجايب، عبى والارض حواليها اغلص راكب على ظهر الحصان ويتحرف حواليه، صفوا المحاربين قبالهم عيونها التلامع، هز براسه وقال اخ اخ يا جدي الملك الاسود، بس لو نعرف ايش سووا بيك هذول، ما قدرت تصمد قدامهم يوم واحد. همست بذنو جمره وقالت يا اغلص القبالك هذول كلهم من اصحاب المهارات المخفيه او خطرين، لازم تكون على حذر، او خلى الحصان الابيض يختفي. زاد حاله غليص من فوق الحصان وصفق ايديه واختفى الحصان الابيض، او سوم دائرة حواليه، اعيونهم التلامع، السيوف التلامع، الرماح التلامع، الاسهام بالنبلات التلامع. سحب السيف من ظهر غليص وقال اني غليص ابن زرقان، اللي ما تنكسر عينه ذا انجمعت قباله كل جيوش هجان، اليوم الا اهفيكم هفي. وانه يسمع صفير الرمح احترف ورا، وانه واحد من المحاربين يفت الفتل والرمح نابت بصدره، اخترق صدر الرمح وعدى من بحد غليص لوا وحيف، ضرب محارب من الطرف الثاني راح يفتل بجو، المع عيونه والنار شاعله حواليه وقال جيتك يا يابا جيتهم وانا نسر. او رجع الرمح يفتل قضب ونسر، وانهم صافين بحد الشمان والسلطان وابو الهول والغضنفر والليث، وراهم محاربين شمان عيونهم التلامع، او طير الطعوس وطير الهوى، او زينة وريحان وسفوح. المحاربين كانوا مسوين دائرة حول غليص، ابعدوا عنه صاروا صف واحد قدامه، او قال غليص خوي ونظر عيني شمان، انت والغضنفر روحوا من طرف، وابو الهول والسلطان من طرف، او نسر والمعا ومحاربينك يا شمان خلي يروحون من طرف البحر، يمكن فاتوا على مدينة العجايب. رفع ايده شمان وقال روحوا مع نسر. انطلق نسر وانطلقوا ورا لئهم وحيف، لفوا حوالى مدينة العجايب، صاروا فوق البحر، اقبالهم المحاربين صافة اقبال الجبل الانهد. قالت ريحانة عددهم كبير يا نسر. قال لها نسر يا ريحانة جايين تنحارب المعركة هذه، يا ننتصر ونظل عايشين بها يا نموت. وقفوا شمان والغضنفر مسافة عن محاربين وجيش الملك هراوي، او قال شمان يا عين عمك يا الغضنفر هذولا كثيرين وبيناتهم محاربين خطيرين، خليك وراي الغضنفر، ما اريد يصيبك شي واعلق مع اخوي ابو الشلال. او وقفوا السلطان وابو الهول على طرف ثاني وقال السلطان يا ابو الهول العدد كبير، بدنا نتفق او نقسمهم قسمين، اني لي الطرف على اليمين وانت لك الطرف على الشمال،
ونشوف منو اللي يخلص على قبال وقبل. قال ابو الهول انت واثق من حالك يا سلطان؟ كانك جاي تتحداني. ضحك السلطان وقال له ايه يا صاحبي احسبها تحدي. هز براس ابو الهول وقال ما عليك يا سلطان، احنا اثنيناتنا محاربين من قديم الزمان، انا عارف ايش بي عندك من القوه وانت تعرف ايش بي عندي، بس ما راح تفوز علي بهذا التحدي. وانا ابو الهول برم ابو الهول او برم السلطان واصفق مديئهم واختفم. اغلص واقف والمحاربين صافين قدامه، او قال يا ليث انت خليك وراي لا تحرك، اني راح اقضي عليهم لحالي. ابو الشيبه والعتيقه واقفين قبال الباب، او حراس ومحاربين مدينه العجايب صافين وراهم. وصلوا محاربين الملك هراوي للجسر الذهبي، او قال ابو الشيبه انت جاهزه يا العتيقه؟ قالت له جاهزه يا ابو الشيبه. هز براسه وقال زين، راح يشوفون شي اليوم ما شافوه بحياتهم، لا باليقظه ولا بالاحلام. الساحر ابو الافا قال يا الملك هراوي وصلم المحاربين الاقوياء السلطان وابو الهول، او باثنين راحوا على جهة لحالهم، هذول الاثنين عندهم قوة رهيبة، راح يكون عندنا خسائر كبيرة. قال له الملك هراوي يا صاحبي اني حاسب هالحساب، المحاربين الاقوياء جاهزين او لسه ما صار وقت طلعتهم؟ لا هم ولا العفريت سندان وجماعته، خلينا نشوف ايش بيعدهم قوة ومهارات لبين ما نفوت على المدينة، او بعدها شوف صاحبك ايش بده يسوي بهم. فوق البحر واقفين الارخم عيونه التلامعا، وبحد المنجم والحكيم ابو العواصف. قال الارخم ايش قاعد يصير يا صاحبي؟ قال له ابو العواصف هذا هو الخراب والدمار، هذه هي الحرب الطاحنة، راح تطير بيها روس وتقطع بيها اجسام، راح يموت بيها الالاف يا الارخم. المنجمين والحكماء القدامى قالوا لنا مدينة العجايب بيها لعنة، اذا ظهرت كل 10 سنين راح تموت الاف جان على اسوارها، او مثل ما قالوا هذه اول 10 سنين، هذه اول 10 سنين، او هذه اول معركة. قال الارخم يا صاحبي بس ما يذبحون ابو الشيبة. قالوا ابو العواصف ابو الشيبة صعب يطلع عايش من مدينة العجايب، القوة الهاجمة عليهم كبيرة، او مو بس هذول الظاهرين قدامك يا الارخم، القوة المخفية اكثر من الظاهرة، محاربين جن من اصحاب المهارات الخطيرة، او جيش من العفاريت، واني وانت وقفتنا بهذا المكان بيها خطر علينا. قال الارخم زين يا صاحبي انت روح، واني جاي على بالي اصيد لي شي عفريت او محارب من الاقوياء واجيب لك اياه، ما لازم ارجع عالجزيرة وايدي فاضية. صفق ايديه واختفى ابو العواصف، او صفق ايديه واختفى الارخم. الملك العرنوس والسفاح والمرعب ابو غزال قامت تبين عليهم مدينة العجايب. قال الملك العرنوس المدينة مطوقة من 4 جهات، او بي منهم فايتين عليها. يا السفاح انت وسراب ومحاربينك تروحون من طرف، واني وابن السبع الروح من طرف، وابو غزال والساهي والداهي والخفي اي روحون من طرف، الظلم والعكازة وظلامية وعين الريمة، او ولادنا الصغار معاهن، او تفرقوا الثلاثة وهم طايرين يسابقون الريح. اما العكازة والظلامية او عين الريمة، او ولاد الملك العرنوس، او ولاد المرعب ابو غزال، او ولاد السفاح نزلوا على الارض. اما العكازة شكت عكازتها بالارض وقالت صار حوالينا رصد، او ما عاد حدا يشوفنا، لا حدا منكم يتحرك، واذا حدا هجم علينا عفريت ام العكازة موجود راح يصد الهجوم. اغلص هجم ويبرم السيف بيده، والليث طائر وراه، او صار بنص المحاربين صارت حوالي دائرة النوب، والمحاربين واحد يظهر واحد يختفي، الرماح باتجاهه تصفر، الاسهام تلامع وتصفر، كل ما يظهر واحد قدامه يضرب بالسيف يصد، اللي يظهر وراي يصد الضرب الليث، شعلة النار حول اغلص
الاسهام والارماح يقوسن النار يذوبن، او قامم المحاربين عيونهم التلامع ما يقدر يقربون عليه. صفق ديغ ليص وقامت تتطشر النار على اربع جهات والمعن عيونه واختفى. يظهر قبال المحارب يهف ان راسه طاير يفتل بالجو، او قام يدور عليهم واحد واحد. هل يستخدم مهارة المي يخترق المي ويذبحه؟ هل يستخدم مهارة الريح يناحرها ويصير قباله يضرب انه ذابحه؟ ولا يثل سيوف الاثنين بيدو يبرم ويصد الرماح والسهام الجائية باتجاهه؟ ما مر شوية من الوقت قضى عليهم غليص، ما ظل منهم ولا واحد، واحترف انه المحاربين جدامو مألي الارض طائرة بالسماء. قالت له جمرة يا غليص بقوة ثانية مخفية، مو بس هذول اللي تشوفهم قدامك، قاعد يستنوا انت يشوفون المهارات اللي عندكم امشان يظهرون قبالكم. قال غليص يا جمرة ما راح يظل منهم حدا، لا الظاهرين ولا المختفين، اني خايف على بؤيا زرقان والمعاب المدينة، القوة الفاتت على المدينة كبيرة او صار مقبال بابها. احترف غليص ان الملك العرنوس ظهر قبال عيونه يتلامعا، وابن السبع ظهر وراه، او قال يا حفيدي يا غليص انت هين اشلون عرفت؟ قال له غليص يا جدي الملك العرنوس قبل ما نجيك شمان شافهم بالمراية، ما عرف جدنا الملك الاسود اش صار بيه. قال له الملك العرنوس يا غليص بي معاهم ساحر قوي اسمه ابو الافة، الساحر اتقابلته وانت وياه فوق البرج عند النهر الابيض، اتذكروا هذا الساحر الغدار صاير معاهم، او مثل ما كان مخفي مدينة العجايب اخفى جدنا الملك الاسود وجيش المعاه، سوى عليهم رصد. ما لازم نظل بحد بعضنا يا غليص، لازم نتفرق. قال له غليص انا المعايا، تفرقوا كل مجموعة راحت الطرف. او قال له الملك العرنوس واني زاد المعايا خليتهم يتفرقون، الساحر هذا خطير او لازم نحسب كل الحسابات. ابو الافا فوق التل هو والملك هراوي وهز رأسه وقال يا هلا بالملك العرنوس، وصل هو ومحاربينه، الحزن معركة صارت حامية، لازم اني وانت نتدخل ونخليهم يشوفون شوي من المفاجآت. هذولا تقسموا الاربع مجموعات، او كل مجموعة هجمت من طرف، اني راح اتلقاهم من طرف، وانت يا الملك هراوي من طرف، والسعلوة وابو المطارق من طرف، واللي راحوا باتجاه البحر قدامهم كهفان، واصفقوا ايديهم واختفوا من فوق التل. ابنص جيش الملك هراوي كبير قام يدق الطبلة كبير يرعد رعيد، او ظهر الملك هراوي يبرم برم وقال الجيش تقسم لاربع اقسام، قسم يقتحم من باب المدينة، والاقسام الثلاثة بمجموعات هجمة عليهم لازم انتصد لهم. شكر محب ظهر الملك هراوي وصفق ايديه، او قام يتلامع المحزم اللافو على خصره، او سحبهن من المحزم السيف بيد والخنجر بيد، والمحاربين اللي عنده بسرعة رهيبة تحولوا الاربع اقسام، قسم متقبل على باب المدينة، والاقسام الثلاثة متقبلين على الثلاث جهات، او من جهة البحر نسر والمعاه هجموا. او قال ابو الاحجار يا كهفان جانا هجوم من البحر. قال كهفان يا ابو الاحجار روح صد الهجوم، او خلي كل محاربين يفوتون وابن الجدار، او سكر مكان هذا جبل. صفق ايديه واختفى ابو الاحجار وظهر جدام نسر والمعاه، او صاح صوت عالي المحاربين فوتوا على المدينة، لا حد يظل فوق البحر، واعبروا من مكان جبل الانهد مثل الموجة يدزون بعضهم دز. برم الرمح بيدو نسر او ضربوا باتجاه ابو الاحجار جالوا وصفير، برم ابو الاحجار وقضب الرمح، او قام من عيونه يتلامعا والرمح يهتز بيدو ويدحج على الرمح وقال اش هالضربة القوية؟ فلت الرمح من ايد ابو الاحجار راح يفتل لي فوق، او رجع على ايد نسر. قال نسر هذا الغدار شلون قدر يصد ضربة رمح الضباب؟ او قال الجني هذا مو غريب علي، هذا شفته معركة النهر الابيض من جماعة العتريسي. اختفى ابو الاحجار وظهر مكان جبل، او صفق ايديه وصار جدار
معمر من الأحجار يا من الأرض وصل لحد الغيوم. قالت ريحائنا يا نسر فاتوا على المدينة وحطوا جدار ما عاد نقدر نعدي منه. برم الرمح بإيده نسر وضربوا باتجاه جدار الحجر. راح الرمح يتلامع ضرب جدار او رجع يفتل فتل بجو. وانه طالع واحد من بين محاربين شامان وقال اني راح اهد هذا جدار. دحج عليه ونسر قال له شو اسمك انت يا بطل؟ قال له اني اسمي طحان، اطحن الحجر والصخور او ما يقف قدامي لا جبل ولا جدار من الصخور. هجم باتجاه الجدار بسرعة رهيبة، طحان وعيونه يتلامعن، صار قبال الجدار وبرم وصفق ايديه او ظهر قدامه مهدة كبيرة. قضبها بدي الاثنين وضرب جدار ان الاحجار تطاير. ابو الاحجار كان مبعد عن الجدار احترف وقال شنو هذا شنو هذا شنو هذا؟ او من القدر يهد هذا جدار؟ كهفان صار قبال زهرة البراري المعن عيونه وقال لها جيتش وانا كهفان موت ما راح تموتين الا اخذ منك هذا النسر. المعن عيون الملكة زهرة البراري وقالت لا انت ولا كل سلالتك. او خفق بجناحين النسر وهبت الريح القوية. كهفان ظل واقف مكانه بس شعره يتطاير. قال الزهرة البراري اش هالقوة اللي عنده هذا؟ يا لونه جبل كان تحرك من مكانه. غمض عيونه كهفان وفتحن والنسر قباله يخفق بجناحينه. زهرة البراري تريد مد ايدها على الرمح ما عاد تقدر. تجمدت فوق النسر. اختفى كهفان وظهر قبالها وقال اني كهفان انا الصقار الاصقر الطريدة قبل ما صيدها. او قضب زهرة البراري من رقبتها بيد او سحب السيف من ظهره بليد الثانية او شك السيف بشتفها. اختفى النسر. دشرها كهفان وانها نازلة باتجاه الارض تفتل فتل. قبل ما تصل الارض انفتح خندق. وقعد زهرة البراري بالخندق وتسكر الخندق. او قال كهفان شنو هذا صار؟ اشلون نفذت من ايدي؟ وانه زرقان واقف قباله وقال تعالي الغدار اللي يفوت على مدينة العجايب ما يطلع منها او حاميها زرقان. ضحك كهفان وقال له اريد اسألك سؤال قبل ما تموت. الملك العرنوس وينه؟ قال له زرقان راح اقطع راسك قبل ما تشوفه. غمض عيونه وفتح عن كهفان او زرقان واقف مكانه. قال له زرقان اني صاحي لك يا غدار، المهارة هذه كانت عند العتريسي. قال له كهفان تعرفني اني منو؟ انا العتريسي انا العتريسي انا العتريسي. السلطان وابو الهول وقفوا اقبال واحد من اقسام الجيش الثلاثة على طرف من مدينة العجايب. وقال السلطان شوف يا صاحبي هذولا صايرين قسم لحالهم، اول شي اني وانت نقسمهم من النص او بعدين يبلش التحدي بيناتنا. صفق ايديه السلطان وسحب السيف من ظهر الذهب قام يتلامع او ظهر وراء المحارب الذهبي. هزب راس ابو الهول وسحب السيف من ظهره او قام يتلامع ظهر وراء محارب من الرمال. وانطلقوا الاثنين بسرعة رهيبة انزلوا باتجاه الارض. قاموا يشخطون السيوف على التراب وراهم التراب تطاير مثل الموج العالي بالبحر. محاربين جيش الملك هراوي كلهم قاموا يدحجون ويقولون شنو هذا الهاجم علينا؟ او زادت سرعتهم صاروا اسرع من الريح. فاتوا باول الجيش اطلعوا من تالي. الروس الاجساد تطاير وراهم اطلعوا بالجو يبرمون برم. السلطان وابو الهول او وراءهم المحارب الذهبي والمحارب الرملي. او قال السلطان يا صاحبي نرجع المكان اللي هجمنا منه ومن هناك يبلش التحدي. اصفقوا ايديهم واختفوا هما والمحاربين الوراهم. وظهروا الاثنين كل واحد مقابيل قسم من الجيش مفتوح بنص الجيش درب. محاربين الملك هراوي دب الرعب بقلوبهم وان السفاح والمحاربين المعاه واقفين وراهم. قال السلطان يا السفاح لا تدخل اني وابو الهول
بيناتنا تحدي على هذؤلاء المحاربين، راح نشوف منو يخلص عليهم بالأول. ضرب يده على رأسه السفاح وقال: أخ يا محاربين الزمان القديم، فاتوا على مدينته العجايب أو دحجم الضرب على بابها، والسيوف والرماح التلامع من كل مكان، وانتم جايين التحدون بعضكم، وان الغبرة والتراب قاب من الارض طلعت تبرم برم، السعلوة عيون هي تلامعا، او من بان الغبرة يخفق بجناحين الطير الازرق، وابو المطارق راكب فوقه والرمح يتلامع بيده. دحج السفاح وقال: هذا انت يا ابو المطارق، واخيرا التقينا. ضحك ابو المطارق وقال: اهلين بالسفاح، جبل مع جبل ما يتلاقن. ابو المطارق والسفاح يتلاقون، اول قدرت تصيدني بس اليوم يا السفاح اني صيادك اني صيادك أأني صيادك. أو قالت السعلوة: محاربين الزمان القديم، السلطان وابو الهول أبناء الملوك محاربين العفاريت، وقعتوا بيد السعلوة، قاعد يسوون مراهنات منو يقضي على المحاربين بالأول. سووا مراهنة عليا منو يقدر يصمد قدامي أكثر. شمان والغضنفر وقف مقبال القسم الثاني من جيش الملك هراوي. او قال شمان: شوف شوف يا عين عمك يا ابن اخو يا ابو الشلال يا الغضنفر، عمك شمان ايش راح يسوي بيهم؟ سحب السيوف والاثنين شمان من ظهره، وان الغبرة والتراب قبا قدامه، المع عن عيونه من بين التراب والغبرة، او فاتح يدينه الاثنين لا شايل سيف او لا شايل رمح. المعن عيون شمان وقال: منين طلعت انت؟ ما قدرت تستنى شوي لو من ما اقضي على هذول قدامي؟ انت منو جاي توقف قبالي لا بيدك سيف ولا رمح؟ هزب راسه وقال: انا الساحر ابو الافه، انت عرفني بحالك قبل ما تموت. هزب راسه شمان وقال: السحار والمنجمين والحكماء وان ما اروح يطلعون قدامي. اسمع يا اسمك ابو الافه، اني اسمي شمان ابن الحكيم رصداوي. قال ابو الافه: انت اخو ابو الشلال او منو هذا المعاك؟ قال له شمان: هذا ابن اخويا ابو الشلال الغضنفر. يا الساحر يا ابو الافه، راح اخليك تظل عايش لو من ما اقضي على هذول المحاربين قدامي، بعدها اجيك واشوفك شي ما شافوا ساحر ولا منجم ولا حكيم. دحج الساحر ابو الافه على الارض جواه، وانها كلها صمغ. او قال ابن الحكيم رصداوي وابن الجنية الزعيمة: ماخذ هذه المهارة من امك. قال له شمان: انت تعرف امي يا غدار؟ ضحك ابو الافه وقال: شلون ما اعرفها يا شمان، وانا الخليت ابوك الحكيم رصداوي يذبحها قدامي. صاح شمان هذاك الصوت العالي او ضرب السيوف الاثنين على الارض، انفتح سلعين كبار، والمعن عيونه قام يطير منهن الشرار، وقال: انت ظلمت امي وخليت ابوي يذبحها. قال له ابو الافه: وانا ذبحت ام ابو الشلال او خليت امك الشيء للتهمه؟ والحكيم رصداوي صدق او ذبح الزعيمه، بس انت وين كنت كل هذه الفتره؟ قامت الدموع تنزل من عيون شمان وقال: كنت ببئر العتمه، اعد الايام يوم يوم، اعد الشهور شهر شهر، السنين سنه ورا سنه، تا اشوفك يا خائن ويا غدار. اخر كلمه قالتها امي لي: يا ابني يا شمان، اني انظلمت، اخذ حقي من اللي ظلمني واللي كان سبب موتي. قبل ما تذكر اسمك ماتت بين يدي، يا ويلك مني يا ابو الافه، الارض الواقف عليها هذه راح اقلبها على رأس قلب. اغليص وجده الملك العرنوس وقفهم بحد بعضهم، او وراهم وقفوا السبع والليث، او جدامهم القسم الثالث من المحاربين طافين على حد الشوف، وان الغبرة والتراب قبا جدامهم، او ظهر من بئن الغبرة عيونه يتلامعا شايل السيف بيد والخنجر بيد والرمح معلق بظهره، وقال: انا الملك هراوي
أمرا وظلم حاربين والعفاريت من ملوك الزمان القديم. كانت ملك على قسم من الأرض الغربية أو جاي يسيطر على القسم الثاني، ما راح ينحط تاج فوق راس ولا حدا يقولوا له ملك بالأراضي الغربية ألا واحد هو أني، أو راح أخذ الحكم بحد السيف. أنتم قدامكم خيار واحد، أول استسلام وصيرون تحت حكمي، آل ملك الأسود كبيركم ما صمد قدامنا جاييني أنتو، ألمع أنا عيون أغلص ومشاه واحترف ورا وقال يا جدي الملك العرنوس داخل عليك، أنت لا تدخل خلي لياه، هذا مغرور وشايف حاله ومصدق حاله ويحسب حاله ملك جاي ياخذها بحد السيف، أو ما يعرف إيش قد قطعنا روس ملوك قبله حاولوا يتعدون علينا. أني لك وأني غليص بن زرقان، أول ما وصلت لهذا المكان كان لي رغبة وحدة أو أمنية وحدة أنه أنت توقف قبالي. قال الملك هراوي يا غليص يا بن زرقان تحققت أمنيتك أو هذياني وقفت قبالك قبل ما تموت. قال الملك العرنوس بقلبه هذا الغدار القوة اللي بجسده رهيبة، أنا الملك العرنوس أول مرة أحس بهيش قوة تقف قبالي. أبا الشيبة والعتيقة وقفوا على باب مدينة العجائب الذهب، وأبا الشيبة بيد الدرع أو بيد الصولجان، والعتيقة بيد سيف وبيد الرمح، اثنينهم لحالهم على الباب بعد ما بعث كل المحاربين والحراس. على الطرف الثاني صار عليه هجوم، الدخل منه كهفان ومحاربينه أو محاربين الملك هراوي، كل ما يجي واحد طائر باتجاه الباب يضرب أبو الشيبة الصولجان على الدرع، لو من يشوف اللمعة يرجع طائر ما يحترف وراه. كل المحاربين قامت التحرف على بعضها ويقولون الباب هذا ما نقدر نعدي منه، الجني والجنية الواقفين عليه عندهم قوة رهيبة ما نقدر نتخطاهم ولا نقدر نتعداهم. تقابلوا نسر وبالأحجار أو قالوا نسر تعال يا غدار قدرت تصد ضربة الرمح تشوفك تقدر تصد ضرب السيفي، أو تقابل مشختور وابو صلفيج أو زرقان طائر بالجو وقبالو كهفان، أو قال كهفان إيه يا زرقان مهارتي هذه ما أثرت بيك خلينا نجرب ضرب السيوف، أنت عجبتني طالع على جدك العرنوس عنيد وأنا أحب النوعية هذه من المحاربين. أبرمم السيوف بدئهم الاثنين كهفان وزرقان وهجموا على بعضهم أو يؤمن تلاقا، وطلعت لمعة قوية فوق مدينة العجايب، اختفت اللمعة وبين كهفان أو زرقان مو مبين. نسر يدحج عليهم وقال وين راح جدي زرقان، وأن أبو الأحجار قبالوا قال الحزة خليك تلحقوا على المكان الراح عليه. أو تقابلوا الملك هراوي وغليص، أغليص بيده السيفين والملك هراوي شايل بيد سيف أو بيد خنجر، أو وقف واحد من المحاربين قبال الملك هراوي وقال له باب المدينة ما نقدر نعديه، احترف عليه الملك هراوي وقال افتحوا واحد من الصناديق الخضر او طالع المحارب اللي بقلبه او خلوا يكسر باب الذهب ويهد جبل المبني عليه ويقطع روس المحاربين الواقفة عليه. ألمع عن عيون المرعب ابو غزال ورا السأهي والدأهي والخفي، او دحج على شامان وشاف الدموع تجري من عيونه سائلة على خده. احترف شامان وقال امشي من هين يا المرعب ابو غزال او خذ هذول المعاك، وانت زاد يا الغضنفر لا حدا يظل بهذا المكان لانه ما حدا راح يظل بيعايش. او ضرب السيوف على بعضهن وطلع عن العفاريت الاثنين يبر من برم، او رفع ايدي الاثنين لي فوق والسيوف بيها التلامع، او صاح ذاك صوت اني شمان اني شمان اني شمان. أبو الشلال واقف فوق جبل أم الفناجيل، وأم الفناجيل جاثية على ركبها جدامه والفناجيل جدامها، أرفعت رأسها وقالت يا أبو الشلال هذا هو اللي تدور عليه
والحز هو قبال أخوك شمان، أو فوق المعركة بتجواك فين على غيمة، أبو العين الزرقاء ابن الملك الأزرق، وأمه واقفة بحده، أو قالت له شوف يا عين أمك هيا لجيوش هاجمة من مكانات بعيدة، أو راح يحتلون مدينة العجايب. شال لي أمنية وحدة أنه الملك الأسود أنت تقطع راسه بهذا المدينة، سوم عليه رصد واختفى، أو ما نعرف ايمت يرجع وايمت يظهر. قال لها أبو العين الزرقاء إذا حدا سلم منهم من هذا الجيوش الغيرة عليهم أو قدر ينهزم ويختفي مكان راح يكون لنا، وإحنا راح نكمل عليهم وإحنا راح نكمل عليهم وإحنا راح نكمل عليهم. وأخواني وأصدقاء الطيبين، لكم مني أحلى تحية لجميع الأصدقاء والأخوة، والسلام عليكم أو رحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأصدقاء الطيبين. قبل ما نبلش بالقصة ونسمع أحداثها المشوقة، نحط إعجاب للفيديو ونعلق بكلمة تم مشان يصل الإشعار لكل الأخوان والأصدقاء المشتركين بالقناة. أو هذا من طيبكم ولكم كل الحب والاحترام.